الراي ديالي ان الدوله خاصها اولا تعطينا بعدا رخصه تنقل عاد باش تشوف تفكر في هذا جواز التلقيح. انا كان عندي مناسبه عرس خاصني كان عندي واحد الفتره عطاتني كونجي الاداره بزز باش عطاتني في هذيك الفتره، وكان خاصك تمشي كتمشي للعماله كتقول لهم بغيت جواز السفر كيقول لك لا خاصك دير جواز التلقيح. جواز التلقيح باقي ما عنديش الحق خاصني نديرو في هذيك الفتره، خاصك ديرو عاوتاني صبر واحد 20 يوم عاد باش دير الثاني. يعني ما يمكنش انت خايد كونجي بزز باش خايدو وعاد باش غادي دير عاوتاني جواز التلقيح، يعني هذيك الفتره ما مناسبهش. يعطيوك بعدا جواز تنقل عاد باش يفكروا في جواز التلقيح. يعني انت ضد الفكره؟ انا ضد الفكره 100%. يعني انت كتقول باللي مثلا خاصهم يكونوا تسهيلات عاوتاني، كتمشي عاوتاني للمراكز ديال التلقيح كتلقى مشكل، خاصك تبقى تسنى وخاصك كتمنك الخدمه، والخدمه ما عطيكش عاوتاني الوقت باش تمشي دير التلقيح ديالك. يعني الخدمه ما موفراش لك هادشي، يعني الدوله اصلا ما فاهمينش بيناتهم. يعني ملي غيبغيو يعطيوك نهار تمنكو، ملي كتجي تمنكو كيجيو حيدوا لك في الخدمه. يعني ما مساهمش، يعني الدوله ما مساهمش مع وزاره الصحه هادشي اللي كاين. يعني ملي كيجيو يديروا شي حاجه خصهم يتفقوا مع الخدمه تعطاك حتى نهار تمشي دير التلقيح ديالك، وداك النهار واش يقدك ولا ما يقدكش، كتلقى توحل مع المقدميات توحل مع الطبيب، ما كاينش بزاف الحوايج. هو الرئيس يعني مزيان مازال جلاله الملك دارها هو الاول، الا حتى حنا نديروها لان ما فيها الا غير الخير ما فيهاش المضره. واللي ما بغاش يدير هذه البلاصه ولا غادي هو مسؤول على 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 راسو. هذا هو هو المكان. اولا السلام عليكم، انا الزاميه التلقيح، انا ضد هذا القرار. هذا كان هذا القرار يكون من البدايه ديالو باش الناس تعول بان راه كاين شروط للحصول على جواز التلقيح للولوج للادارات. دابا بقاو حتى لاخر لحظه يقول لك راه جواز التلقيح ضروري باش للولوج للادارات العموميه، وهذا غير مقبول يعني من النظريه ديالي. من البدايه يكونوا واضحين، يقولوا للناس ها شنو كاين ها شنو كاين، باش الناس تبريباري من الاول دير حسابها راه خاصني ندير التلقيح. بقاو حتى لاخر لحظه قال لك جواز التلقيح ضروري، وفي الاول قالوا التلقيح ماشي اجباري، وفي الاخر قالوا جواز التلقيح اجباري، وهذا تناقض. الراي ديالي مزيان حيت حاجه اللي كانت اجباريه دارتها الدوله مزيان نديروها ماشي مشكل. يعني ما عندك حتى شي اشكاليه؟ لا ما عندي حتى شي اشكاليه. يعني انت مع هذا القرار؟ انا مع القرار اللي قررته الدوله كنديروه، ما غادي نرفضوا شي حاجه اللي ما بغات المغاش المواطنين ونرفضوها حتى حنايا بحالهم. ايوا شنو زعما الناس اللي باقيين ما داروش التلقيح؟ شنو الناس اللي ما داروش التلقيح دابا هما كيتحملوا المسؤوليه ديالهم؟ احنا راه ما احنا قالت لنا الدوله تلقحوا لقحوا، انت التلقيح راه ضروري مع هذا الكوفيد اللي كاين راه صعيب الوقت شويه، يعادوا الناس يعادوا العائله ديالهم يعادوا. الراي ديالي وافقتني انايا، كانوا كيضروا رجلي الحمد لله دابا كنحس بخير وعلى خير. يعني انت مع جواز التلقيح؟ انا مع جواز التلقيح. ولا كانت جرأه ثالثه ديالها؟ نديرها ان شاء الله. وشنو تقول زعما المواطنين يتشندوا بهذا الوباء؟ زعما في الصالح ديالهم يديروها مزيانه. مزيانه الحمد لله بخير. اجباري خصو يكون يعني باش تبان الامور واضحه من ناحيه جميع الاطراف، لا من ناحيه الناس المواطنين ومن ناحيه الانسان اللي يقوم بهذه المهام هذه. يعني خص يبان هذاك الشيء اجباري باش يعني في يكون التلقيح اجباري على جميع، باش نيت تكون واحد النسبه كثيره اللي هي وصلت للنسبه ديال التلقيح. اوكي. ودابا بالنسبه هما من قبل كانوا كيقولوا باللي التلقيح زعما اختياري. واختياري هذا هو الخطا اللي خلى دابا المشكل دابا ديال واحد النسبه كثيره باقا ما تلقحاتش. يعني هذا هو العائق دابا اللي وصلنا له. يعني كون كان من الاول مثلا يقولوا اجباري كانت الامور غادي تسهل عليهم في هذا الوقت، وكانوا غادي يشوفوا واحد الحوايج اللي ما غاديش يبقاو يفكروا في واحد الحوايج اللي انا داروا خطا سابقا. يعني كون خلاو الامور داروها اجباري يعني الامور غتكون هذا الوقت واضحه، لا بالنسبه كما قلت لك المواطنين ولا بالنسبه للانسان الناس اللي تيسيروا هاد المشاكل وهاد الهموم ديال كورونا. يعني انت مع الزاميه زعما اعتماد هاد جواز التلقيح حاليا؟ دابا غتكون صعيبه اللي داروا اجباري يعني من انخفاض نسبه كورونا وفهمتيني. يعني الوقيته اللي كان اجباري كان عليه يكون في هذيك المرحله، انا بالنسبه لي في هذيك المرحله اللي كان فيها الضغط
يعني تما في كان عليه يكون اجباري. اما بالنسبه دابا تلقى ان الانسان فهمتيني تيقول انا ما مرات ما والو انا دابا فحال مزيان. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.